اخوتي اهلا بكم في قناة موني برو مع فيديو جديد. هذا الموقع اخوتي موقع رائع جدا يعطيك الروبل بدون فيها اي شيء. اخوتي تتسجل في الموقع والموقع يعطيك هدية، هذه العمارة يهديك هذه العمارة بعشرة روبل بالمجان اخوتي، يعطيك 12 روبل في الشهر اخوتي، يعطيك 0.40 روبل في اليوم. خلال 6 أيام ستجمع 1.20 أظن روبل، تسحب مباشرة إخوتي، لا يطلب إيداع ولا شيء. إذا أردت الاستثمار من هنا إخوتي والسحب من هنا، هنا الأرباح وهنا السحب إخوتي. إذا أردت الجمع الأرباح من هنا الخانة الثانية هكذا تجمع الأرباح من هنا. انظروا اخوتي وتبع الارباح، تضغط هكذا الخانة الثالثة تبع الارباح، ليس اخوتي الخانة الثالثة لتبديل الارباح الى الايداع، نعود الى الخانة الثانية هكذا. إذا تضغط هنا لتجمع مباشرة الأرباح، الخانة الثانية هي جمع الأرباح إخوتي، تذهب مباشرة إلى الإيداع إلى السحب إخوتي، للسحب تضغط من هنا، لإيداع من هنا. إذا أردت اشتراء الشخصيات، إذا إخوتي سأشتري شخصيتين من هنا بعشرة روبل، سأقوم بإيداع من هنا 20 روبل. لأجمع كل يوم 1 روبل إخوتي، 1.20 هكذا، نضع 20 هكذا البيع هكذا. ها يا إخوتي نعود إلى الخانة الأولى نضغط عليها، بدأ الشخصية بالمجان ستصبح 3 إخوتي هكذا، نضغط مرة أخرى هكذا، نزيد مرة أخرى إخوتي. إذا لدي 1 روبل في اليوم إخوتي، 1.2. نعود إلى القاية لأريكم كيف السحب إخوتي، ما هو السحب إخوتي، ها هو وهو الإيداع 20 روبل. السحب بالمجان إخوتي، الموقع لديه بونيس هو البونيس اليومي إخوتي، تضغط عليه هكذا. موقع سهل جدا هكذا، تذهب إلى الإيداع إخوتي 0.15، نكمل الموقع. هنا مسابقة أظن لإحالات أو هنا الإذاعة إخوتي أو الإحالات إخوتي، كلما يكون لديك إحالة إخوتي تتحصل على النقاط وتحصل على روبل. هنا البروفايل إخوتي وهنا الإحالة، هذا هو رابط الإحالة. للسحب من هنا إخوتي أقل مبلغ للسحب أظن 1 روبل، كما قلت لكم عند التسجيل إخوتي تضعون عنوان محفظة البايع مباشرة. الموقع لا يصل مباشرة إخوتي، لا تقلقوا، تنتظر بعض الشيء وما يصلك إلى المحفظة. أقل مبلغ للسحب هو 1 روبل، هذا هو إخوتي.
يستغل الفرصة إخوتي، من لديه رصيد فيستثمر، ومن ليس لديه رصيد يتسجل في الموقع ويجمع الأرباح من الخانة الثانية ويسحب. لايك والسلام عليكم.